لك شو هالعصارة لسه؟ لا أكيد معطلة. لا العصارة ما لها ذنب أبدا، المشكلة منك لأنك مو حاطة هي. شكرا على المساعدة. شكل الدواء بلش يعطي مفعول منيح. فيني اسألك شو عم تعملي من وش الصبح؟ ضبيت الكركبة شوي وجليت الجليات، قمت قلت لحالي بعمل لك شي تشربه قبل ما امشي. وليش بقى؟ القصة ما بدها ليش، مشان تشرب عصير. لا أنا بقصد لوين رايحة؟ عالبيت. ما بدك روح يعني؟ يعني روحي طبعا، بس بالأول كنت مفكر إنه نفطر إذا بدك سوا. موافقة، ماشي مثل ما بدك، نفطر مع بعضنا. اللي صار معك امبارح عطلنا. عأساس أصلاً علقت بالأسانسير. مالي متذكر إمتى آخر مرة أخذت إجازة؟ لو راح المهرجان. زعلت على المهرجان مو؟ بس فيك تاخذ إجازة إمتى ما بدك، مو أنت المدير؟ مو بهالسهولة هي. عكلا كنت عم فكر روح على المهرجان، بس ما فيني روح وأرجع بنفس اليوم. ضل كم يوم زيادة؟ تنين في عنا شغل. أنت اللي مصعبة مراد. تعرفي فينا نعمل شي مشروع بآخر الأسبوع. مثل شو مثلا؟ منروح على المسبح. نسيت إنه ما بعرف أسبح؟ بس انت شكلك متعود تسبح عطول. انا بعلمك. هلا بخصوص السباحة انا حالتي مستعصية كتير، وكمان انا هلا صار لازم اني روح. ايه بس السباحة كتير ضرورية بحياتنا. قومي لبلش لك بالدرس الاول. كأنك عم تتحداني مظبوط؟ لا أبدا، أنا ما بتحدى موظف عندي. إذا ما كنت موظفة رح تتحداني يعني. تتذكر؟ كل تحدي وله مقابل، ما هيك؟ وتذكري كمان إنه المهم اللي بيضحك بالأخير، مو هيك؟ صحيح معك حق. طبعا بعد اخر هزيمة لو انا محلك كنت بهرب فورا. بوعدك هالمرة انه انا حفوز. متفائلة كتير. انا جاهزة، شو بدنا نعمل هلا؟ من وين بدنا نبلش؟ شكل المي باردة كتير، ما رح أقدر أنزل فيها. الانسحاب ممنوعها. أنت ليش متحمس هالقد لتعلمني السباحة؟ مشان ما تغرقي وتورطينا بمصيبة. بعدين مو حلوة بحقك تكوني ما بتعرفي تسبحي. طيب خلص ماشي، خليني أتذكر بالأول أنا شو بعرف. ما بصير خاف. والمي بترفعني. انت وجنبي ما ممكن يصير لي شيء. برافو عليكي، بتتعلمي بسرعه. اول شيء انت وبالمي لا تفتحي تمك بنوب، وهيك بنرتاح من صريخك. اصلا ليش لحتى صرخ؟ ثاني شيء قبل ما تغطسي بتاخدي نفس وبتحبسي، طبعا هالشي مشان ما تختنقي لبين ما تفوشي على وش المي. كيف؟ كانه حبلش سباحه بالغطس. اصلا ما فيك تبلشي غير. لا 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 وقت شوي، ما رح انزل، ما فيني اقعد. بلا بلا يلا. قلت لك لا. يلا لشوف، خدي نفس واحبسي بسرعه. شكله هالمسبح ماله غميق بنوب. ايه بعرف. انت سويت هيك كرمال تخوفني؟ ما بوعدك رح تندم مراد صار سلمان. خلص 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 حاج غلاظة، حقك علي، بعتذر انا غلطت، ما عاد عيدها.
عليك، أنا ما بتحمل هالمسح البايخ بالمرة. حاسة إنه رح يمسكني ويسحبني لتحت. وينك مراد؟ سابقيني؟ إذا ما بتعلم السباحة وبسبقك يا مراد وقتها ما بيكون اسمي حياة. منشوف. ياي مبكرة بالفرحة كتير، لسه ما خلص الشرط. اعتبارا من اليوم انا انسان ربحت شرط الاسباحه الصعب، واي شرط تاني انا جاهزه، فهمت؟ شو هدول؟ هدول عده صيد للسمك حياه. بالله شو مفكرني حولها؟ ابدا. بتعرفي اذا طلع بايدنا رح نصيد عصافير بالسناره. مهضوم كتير. من هالناحيه بدك ما تاخذيني، هي لعبتك انت. وهلا صار كل شيء جاهز. طيب شو الشرط؟ مين منا بده يصيد اول سمكه؟ لا، هاي لأنه أنا رح صيدها، ما رح ينحسب الشرط. بآخر اليوم اللي بيصيد أكبر سمكة بيربح. متأكد رح فوز بهاي المرحلة لأنك ما بتميزي بين السمكة والعصفور. دقيقة بس، أنا كل الوقت بالضيعة كنت صيد سمك لحالي. أي ضيعة؟ أنا قصدي ضيعة بابا. كنت صغيرة لا تعرف انه بفهم بالسمك وبطريقة صيده. حضر حالك على الخسارة، اكيد انا اللي رح اربح. طيب وهلأ طلعي فيني. اطلعت يلي قدامك رح يكسب آخر النهار، بس لحتى تكوني بصورة اللي بده يصير. يلا بلشي لشوف. امسكي هي. بدك الصفرة؟ شرفي قدامي. يلا benden çekiniyor musun bana göreneli çıkıyor musun çok baskın çok iddialı fazla popüler buluyor musun peki benim bir kalbim olduğunu senin aşkınla doldurdu göz göze girince mahvolduğumu gerçekten mi görmüyorsun sabredemiyorsun fark edemiyorsun hissedemiyorsun garanticisin korkuyorsun sabredemiyorsun fark edemiyorsun hissedemiyorsun garanticisin korkuyorsun gerçeği gözden kaçıran yârim. Esaret sanki hali benim kendi seçimim sonuçta güne seven dikenine dayanır yani gururumda kalbini danışacaksın nelere kadar kazanacaksın o kadar aşkın varsa hemen gel kalbimde karar yap kuracaksın sabredemiyorsun fark edemiyorsun hissedemiyorsun garanticisin korkuyorsun sabredemiyorsun demiyorsun hissedemiyorsun garanticisin korkuyorsun gerçeği gözden kaçıran yârim doğruyu şaşıran yârim aşkımla uğraşan ederken
شبكي حياة، كأنك استسلمتي. مين اللي عم يقول هيك؟ رح أشرب الكاسة لآخر نقطة. بس والله إذا شربت هالكاسة عن جد رح موت. إيه؟ معناتها استسلم. لا أبدا. خلص بكفي، هاتيها من إيدك لشوف. خلص مراد. لأنه إذا ما شربت رح أعلق بلسانك، فلازم أشرب. أنت بلشتي تدوخي، هاتي لشوف هالكاسة من إيدك. صحي، أنا تذكرت، مو عم تتسلى فيني لأني مهضومة. طيب ماشي، خلص أنا رح أنسحب روقي، أنا استسلمت. منيحة؟ بعدين بتضل عم بتهتني فيها. لا بوعدك إني ما أقول شي بالمرة، واسألي أي شي بيخطر ببالك، موافقة؟ فاجأتني، ماني محضرة حالي. معناتها فكري منيح قبل. طيب رح فكر بالموضوع. بتعرف شو رح ساوي هلا؟ رح شم شوية هوا، امشي على رجلي واتنفس شوي. خليني روح اخذ شوية نفس او اي شي حرك لي دمي. مراد فيني وقف لحالي؟ شبك؟ شو؟ قصدك تقولي فيني اوقع لحالي؟ والله هيك قلت؟ لا بس واضح. لا انا منيحة، انا بعرف شو عملت وبعرف شو عم قول. تركني. ترك؟ حاتركك معناتها. بيكون احسن. شكرا لك، شكرا لك. انا فيني روح. لقيته للسؤال. عبس عن جد انت مو معقولة، يعني حتى بهاللحظة كمان مو طبيعية. اسألي لشوف. شو بتحس تجاهي؟ قول. كتير معجب فيك يا حياة. قول والله. والله بس يعني أنا بفضل أنه نحكي بهالموضوع لما تكوني مصحصحة ومركزة. طيب بس فيني أطلب شيء أخير منك؟ أي طبعا أكيد. اصحك تتركني يا مراد. بس انا عندي فكرة احسن. انتي ما تتركيني.